هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. ديال الصحافة الإلكترونية، وكنتمنى أن هذه المناسبة تكرر مرات كثيرة، باش يعني الجيل اللي جاي مرانا إن شاء الله، الأجيال اللي تكون مرانا إن شاء الله، تبقى لها كدوكيمونتير على هاد الناس هادو، العلاقة اللي كتربطهم بالمنطقة، منطقة مولاي رشيد عثمان، هي منطقة غنية بأطر كبيرة، واللي نتمنى هو التوفيق للجميع. كنشكركم كذلك على هذا المنظر. وليد الكراكي كنظن من المدربين اللي عرفوا كيفاش يتعاملوا مع المرحله ديال لا كوب دي موند. كان تقريبا عنده واحد ذكاء خارق، انه وصل انه يخرج من دوك اللعابه يعني الماكسيموم باش تكون واحد النتيجه ايجابيه. كنظن بانه هو يعني ربح مزيان من ناحيه النتيجه، واللي ربح اكثر هو انه علاقته باللاعبين والطريقه ديال الكوتشينغ ديالو في الفريق الوطني خلاته انه يعني يحظى بداك اللحمه ديال الفريق الوطني اللي خلاتنا شحال من نتائج كلها. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.